اعترض عناصر من الجيش العربي السوري رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الامريكي عند جسر الدردار على الطريق الواصل بين تل تمر وابو رسيم بريف الحسكة الشمالي، واجبروه على الرجوع من حيث اتى. وذكرت مصادر اهلية ان عناصر من الجيش العربي السوري المتمركزين عند جسر الدردار على الطريق الواصل بين تل تمر وابو رسيم بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتل اليات لقوات الاحتلال الامريكي من عدة مدرعات، وأجبروه على التراجع والعودة باتجاه قواعده غير الشرعية في المنطقة. ما زدته.